nerchet mor. Öptüm lan. Nerchet mor. Nerchet mor. الو مرحبا. مرحبتين هلا. سيد محمد؟ نعم يا اختي نعم. معك سنتيا، انا السكرتير الاولى لمسيو راجي دوارة بالاردن. انا بس حابة اعطيك فكرة صغيرة عن مسيو راجي قبل ما يصير معنا على الخط. تفضلي تفضلي. اوكي، مسيو راجي هو رجل اعمال كان مقيم بالقطر والامارات وحاليا رجع على الاردن. هو قوم برحلات كثيرة على امريكا اللاتينية وبالسنين الاخيرة صار اذا فيك تقول هو رجل اعمال عالمي. اوكي؟ بس عكس الموضوع بدنا نعين رئيس بادي جارد ليكون الحارس الشخصي لإله ولعائلته. فمش راجي هو هلا بده يصير معنا على الخط ليعمل انترفيو معك صغيرة. ماشي يا ستي ماشي. اوكي هلا مش راجي صار معنا على الخط. مش راجي. ماشي يا اختي ماشي. الو الو مش راجي. هلا سنتي يا صباح. بونجور، كيفك؟ كيف حالك؟ سيد محمد صار جاهز معنا على الخط فبليز. وينه؟ الو تفضل. أهلين سيدي، أهلين. يعطيك العافية سيد، كيف حالك؟ الله يعافيك وبارك فيك. طمنا عنك، شو حضرتك عندك خبرة في مجال الأمن؟ والله موجود الحمد لله. وبدنا مسؤول سوبرفايزر يعني على الحراس والحرس الشخصي يعني. هل تجيد فنون القتال الكاراتيه أو كيك بوكسينج أو كونفو؟ في موجود موجود يا سيدي نعم. نعم، شو في عندك شهادات بهذا الحكي أو أحزمة؟ موجود شهادات. نعم. بالنسبة للطول والعرض المساحة الوزن 70 كيلو. والطول؟ الطول 170. نعم. عندك خبرة في مجال الحراسة الشخصية أخي؟ نعم يا سيدي نعم. أنت زي ما بتعرف اختصاصنا للأسف في أعداء للنجاح دائما. إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله. إن شاء الله في أعداء للنجاح؟ إن شاء الله يا سيدي. بقول في أعداء للنجاح دائما. دائما إن شاء الله. سنتيا مش محمد سمعني؟ ما تعلق على حكيته، قل له اوكي على كل شيء. الو تفضل يا سيدي. نعم اخي نعم 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 معك انا نعم. ماذا تعني لك الكلمات التالية التضحية؟ ماذا تعني لك؟ ما هي التضحية؟ التضحية يا انفداء. تضحية فداء النكرس. نعم. الشجاعة. الشجاعة هاي لازم تكون عند كل رجل ان شاء الله. والمرأة؟ المرأة؟ الشجاعة بقول انت بتقول عند كل رجل يعني في حال لو قاعد انا في مطعم اخي انا والعائلة الكريمة انا والمدعم وابن طلعت وفجأة هجمت واحدة خلينا نقول من المعجبات علي في المطعم. نعم. ومعها ولد صغير وقالت لي خذ ابنك بديش اياه. شو ردة فعلك اخي؟ يا سيدي هاي الاجراءات يعني المفروض يعني تكون عملية على الواقع يعني نظريا كيف اشرح لك اياه يعني؟ راح اعطيك خيارات اخي. تفضل يا سيدي. هل تقول لها الف تقول لها فورا هذا ابني انا؟ نعم. مش ابن السيد راجي عشان تخلي منظري قدام المدام يكون رائع. نعم. أم تأخذ البنت على جنب بثبتها؟ لا يا سيدي احنا بنعمل على اخلاء الست من الموقع وان شاء الله باساليب كويس ان شاء الله بنحل الموضوع. موقع الالكتروني. نعم. نعم. لو قلنا اخي احد اعدائي ايضا. نعم. فاقع تذكرة من البرازيل واجا على الاردن ورفع علي اجا في موقع كنت قاعد انا ورفع علي ار بي جي على صباح. شو رد فعلك؟ طبعا احنا اول شيء لازم لما نكون في حمايتك لازم نأمن لك الحماية الاول للموقع، نأمن حماية الموقع. نعم. نأمنك انت شخصيا. نعم. وبعدين هذيك في تصرف ثاني لا يعني صارت يا سيدي صارت تم فيه هناك اختراق امني. نعم. الموقع اللي انا قاعد فيه ورفع علي ار بي جي، هل انت الف تتلقى الصاروخ عني؟ نعم على استعداد. نعم. ولا بتقول شو هذا صاروخ ابو طلعت؟ الله يعطي على استعداد وضحك من الله. ولا بتقول بكل هدوء للعدو يا ابو الشباب نزل هالصاروخ اللي بايدك راس ملكك و تبقى على الارض؟ احنا وقتها يعني رايحين نتعامل مع الحدث يعني بالهدوء بالبدايه وبعدين ان شاء الله ان شاء الله يعني رايحين تنبسط.
ننبسط. بقول لك عربي جرفي علي بتقول لي ننبسط. نعم يعني في حال اخي لو احنا كنا في قعدات في مجلس تفضل او خلينا نقول في الشارع وحصلت نوع من الاختلافات واحد اعدائي ايضا جاي من القوى الشعبية اطلقوا غازات مصيبة للبؤون في على سبيل المثال ليضربونا ما هي رد فعلك؟ موجودة ردة الفعل بسيطة جدا وان شاء الله بنعالجها يعني باقل من 5 ثواني. كيف ما هو مصيبة للبؤون يعني هي صف الواحد يعني هاي حد موجود عندي مواد في خلال 5 ثواني يعني من الاعتداء يعني ما يعني من 5 إلى 20 ثانية من خمسة كتير والله من 5 إلى 20 ثانية بكون حامي كمان والله أنا ما هو بثانية بيروح مش راشي شو هذا عمل شو نقدر شو قلك لما حكيت مش قلك ثلاث ثواني بياخد غازات غير سامة غازات مصيبة للبول لو ليس للدموع لا مصيبة للدموع نعم احنا بنعالجك فورا بنعالجك سنتيا نعم تتفقي على موعد مع السيد محمد اذا ممكن اكيد من كذبت خلاص ان شاء الله وطبعا جمال بقرب لك جمال قرب يا هو حب نعمل معك مقلب على التليفون نقشة مخ يعطيك العافية بس كيف انا اجوزه لا ابدعت والله ابدعت نكشت مخ لا نكشت مخ لا 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 نكشت مخ أحلى إذاعة مزاج اف ام أحلى إذاعة